هو النهارده كام في الشهر؟ كل الايام بقت بتمر شبه بعضها، مسخه ملهاش طعم. والسنين كمان يا اسطى، امبارح 84، النهارده 85، بكره 86 وبس. هتفرق ايه دي عن دي؟ ولا حاجه. بقى باعتين تندهولي من البيت في عز الاياله، وانتوا عارفين ان النوم العصاري ده عندي مزاج، عشان تقولوا لي ان السنين شبه بعض وتشتكوا لي ان الايام ملهاش طعم. مش انت اللي جاي حامي وبتقول ان عيد ميلاد ابنك زينو جه من غير ما تاخد بالك؟ ايه رايك في اللي يقول لك ان مصنع الحلميه هيتبني تاني من جديد ويرجع زي ما كان زمان، مصنع البدري للمنسوجات؟ رايي ان اللي يقول كده يبقى بيخرف. لا دي بجد يا ابو زينو، وانا ومتولي مطلوبين، وانت كمان. بس شغلك بقى في المصنع بتاع سبته النهارده. قوم بينا. على فين؟ معاد مع واحد صاحبك وحبيبك. انا مش مصدق، انا زي ما اكون بحلم. وانا كمان لا مؤاخذه سرحان طول ما انتوا بتتكلموا عمال اقرص في نفسي عشان افوق. على كده العمال كلهم هيبقوا كسر يا جلال بيه. لا هم اصلهم مش هيشتغلوا عمال، دول هيبقوا رؤساء ورديات ومشرفين، وهينقلوا خبراتهم للعمال الجداد. ده غير المهندسين اللي هنختارهم من اوائل دفعتهم. هتحلو وتبقى هنا.